وبكره لك وبعدولك وانا احتاكه كل يوم بنتي تلقاني وانا احتاكه وامي امتي الغربه تاتني وانا احتاكه. متابعينا للمولاتي بوايما مرحبا بكم. جروب ميد راديو بالإضافة إلى موقع للمولاتي بوايما قرروا أنهم يميجيوا المؤسسة السجنية عكاشة ويحتفلوا باليوم الوطني للنزيل المغربي، وهي المبادرة الأولى من نوعها في المغرب. إذاعة ميد راديو رافقات المستمعين ديالها طيلة اليوم بعرض مباشر للبرامج ديالها، استقبلت فيها أخصائيين أطباء نفسانيين مدراء بالمؤسسة السجنية عكاشة وكذلك بعض من النزلاء. واليوم الوطني للنزيل المغربي اللي بدا من 6 الصباح مازال ما سالاش، فالمستمعين ديال اذاعه ميد راديو وكذلك النزلاء بمؤسسه السجنيه عكاشه غادي يكون عندهم موعد مع سهره فنيه بامتياز بحضور باقه من الفنانين المغاربه اللي عزاز عليهم. نخليكم تكتشفوا هذا الشيء في هذا الروبورتاج. سري كله معاني وحكايه، وما عرفت فين الدوايا ولا نفك حجايه، ما عرفت راسي من ساسي، غرست فرحتي لقيتها رماد وشام، قالوا اللي تلف يشد الارض، وحتى من لقلم ولا معذور من اللي اختص في الدوايا القهابير. ماما ماما عايش ويل وداير صاكي في كتافي، ولروسيا راني غادي ولا لا لا لا. ايوه كانت تجربه فريده. علاش؟ لانه لاول مره اذاعه وطنيه كتقدر دير برنامجها من 7 الصباح ل 10 الليل، يعني 15 ساعه من البث المباشر المتواصل. كانت حاجه مؤثره بزاف، وواحد من ضمن الناس السجناء اللي كان درت معهم البرنامج سابقا ديال البرنامج ديال المصالحه، كان محكوم اعتقد ب 30 سنه في قضايا الارهاب، 20 او 30 سنه ما كنتذكرش مزيان، وكان قال لي واحد العباره اش لقيت، قلت ليه شنو هو الحلم ديالك؟ كيقول لك هو انني نخرج قبل ما تموت الوالده ديالو، اللي كان في عمرها اكثر من 90 سنه، ولكن للاسف شفتو ديك المره كان عنده هذه الامنيه. دابا فاش لقيته سلمت عليه قال لي الوالده الله يرحمها مسكين. اذا كانت هذه لحظه مؤثره بزاف، عزيناه ونتمناو ليه الفرج ان شاء الله. صعيب اننا نقولوا كلمات كثيره يعني في هذا اليوم، لانه خليط من المشاعر، مشاعر بالحزن، كانوا حالات مؤثرة صراحة اللي بكينا معاهم، كانوا حالات اللي بهم جينا صراحة احنا باش نعطيهم بزاف ديال الأمور، فكنتفاجئوا على أنه صراحة خرجنا بواحد النتيجة اللي هي إيجابية وتفاؤلية في نفس الوقت، لأنه هما اللي عطاونا الدرس، عطاونا العبرة، عطاونا المثال، لا في الصبر، لا في الإرادة، لا في العزيمة، على كيفاش أنهم حاولوا أنهم يقراوا، يدرسوا، يتعلموا حرف، يكونوا متفائلين ولو انهم عندهم عقوبه سجنيه اللي كدوم في السنوات، اخطاء اللي هي بسيطه، راه اي واحد فينا ممكن على انه يعيش هذه التجربه. لربما هما اليوم هنايا، لربما لا قدر الله ما كنتمناو حتى شي واحد، ولكن لربما واحد فينا او لاي واحد معرض على انه يعيش هذه التجربه اللي هي في الصراحه صعيبه وصعيبه بزاف. انتم دائما في استماع الاذاعه القريبه منكم، طبعا الاحلى والامتع والاروع إذاعة ميد راديو، إذاعة المغاربة، إذاعة الصغار والكبار، إذاعة هنا ولهي من 7 ديال الصباح وغتسالي إن شاء الله مع 10، ونقدروا إلا طلبناهم يزيدونا جوج سوايع ونكملوها حتى 12. الأخت اللي شاركت معنا في الآخر يعني الدموع ديالها، يعني هي براسها ما عرفت واش دموع الفرحة ولا دموع، المهم سي دي ليموسيون، سي دي ليموسيون، هي الله اللي عالم شنو اللي في قلبها، والله يسر ليهم والله يطلق سراحهم والله يعفو عليهم. بالنسبه لي انا في الاول الصراحه يعني كان واحد التخوف نوعا ما، يعني من ان الانسان يحضر السجن. يعني سي با تري غي نورمالمون السجن وهذا، ولكن من بعد مع البرنامج ومع الاخوان اللي شاركوا معنا السجناء يعني كانوا تبارك الله عليهم في المستوى وقاريين وكذا، و صافي جو في غاردي ان بون سوفنير. سي اون اكسبيريونس كي ساجوت ا دوطخ اكسبيريونس. اليوم بغيت نقول فقط اللي صراحه فرحني بزاف وشفت على انه مساله ايجابيه، على انه سجن البارح ماشي هو سجن اليوم نهائيا، فرق واضح وكبير كبير كبير. بغيت نقول لبعض الناس يقول لك لا وانتم اعلاميين وقدام الكاميرا امر طبيعي غتشوفوا هذا الشيء، لا، احنا دخلنا الاماكن اللي كان ممنوع فيها التصوير فعلا، وقفنا على نماذج جد ايجابيه، مستوى ثقافي كبير
كبير عند السجناء. فرحني بزاف وربما الاوفياء ديال ميد غاديو كانوا سمعوه عبر الاثير ديال سجين اللي التجربه ديال السجن دخلاته هو امي ما كيعرفش يكتب حتى الاسم ديالو. اليوم هو موجز في القانون الخاص، نموذج كيشرف المجتمع المغربي. فهذا الشيء ما يمكن الا نقولوا على انه وراء اطر الناس اللي اليوم فتحوا لنا الابواب، وصراحه غنبقى نقول على انه كلمه شكر قليله في الحق ديالهم بزاف. فابور نبيعك فابور يلي بعتي العشرة بلارجون إيلور داير فيها حمامة وانت دين وزور. فابور نبيعك فابور وروني زهري وين يكون زهري وين يكون لمر 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 غاد. غنسمعوا واحد الصوت واحد النزيلة كاينة هنايا كتقضي واحد عقوبة سجنية. لالا هند غنسمعوا الصوت ديالها. التجربة كانت تجربة خاصة فريدة من نوعها، هي أول تجربة في المغرب قبت بها إذاعة ميد راديو. كانت تجربة زوينة بزاف، في نفس الوقت عطتنا مجموعة المعاني الإنسانية قبل ما تكون مهنية. عرفت اليوم المعنى الحقيقي ديال الحرية وبأن الحرية شي حاجة مهمة. اللي جميل في التجربة هذه بأننا عطتنا نماذج ديال نزلاء يعني ذكور وإناث اللي تبارك الله نجحوا. تصوري معايا بأن نزيل دخل وكمل الدراسة ديالو وخدت ثلاثة ديال الإجازات، ربما هذه الإجازات اللي حنا مثلا كإعلاميين ما قدرناش أننا نواكبوا ونقراوا، ولكن تبارك الله هو داخل السجن كمل وبالإرادة وبالعزيمة ديالو خدا ثلاثة الإجازات وكيوجد للرابعة. ألوغ لا فيغيتي اليوم كنت فرحانة بزاف، سي لا بخومييغ إكسبيريونس، أول تجربة ليا بيان سور، أول مرة ندخل السجن سجن عكاشة. دائما كندوز من حداه، اليوم قربت لهاد الناس أكثر، قربت المعاناة ديالهم أكثر، وكنت نتمنى لهم الخير ان شاء الله، ونتمنى كل واحد ارتكب شي غلط انه يتعلم منه ما يعاودوش مره اخرى. شفنا الامل اليوم، عشنا معكم اجواء يعني صراحه سيتي ترو فور. ما نقدرش نعبر على باللسان ديالي، يا ريت تفتحوا القلب ديالي وتشوفوا الكلمات اللي فيه والصوره اللي خديت اليوم. شنو نقول لكم، الله يفرجها عليكم كاملين. امين يا رب. نسينا نسينا ميريغ ميريغ هو ميريغ هذا في خزمة قول يا ملك هي ولا معايا جاوبيني علاشات سكات قالوا لي عليك مسرحية أنا المسرح ساكن لي بالذات تذكيرة خلصتها غالية ديت معايا شي وردات دخلت القاعدة نرجع صوب راقية في بلادي نتورى. عبد الله الداودي محبوب الجماهير، تحية لكم مستمعينا الكرام. شاخدة نايدة بلاتي ردودي والله ما يخرج بناتي غير الحبيب. أول حاجة اللي كنبغي نقول كنبغي نشكر يعني الناس المسؤولين هنايا في السجن اللي وفروا لنا جميع الظروف، ما فيه التقنيين هنا في المؤسسة ولا السيد المدير ولا كاع المسؤولين، زعما ما قصروش من جهدهم معنا، والحمد لله كنتمناو نكملوا لان باقي ما كملناش، حاليا مازال ما كملناش، ولكن كنتمناو ان شاء الله تكمل الامور كلشي في امان الله وحفظه. هي انطلاقة كان عطاها لنا سيدنا الله ينصره، ومن خلاله قربنا بحكم النزيل والنزلاء وما في امل المجتمع. يعني اي واحد فينا كيخطا واي واحد فينا خصو يصحح الخطا ديالو، وشفنا انه تبدلت النظره على النزلاء والنزلاء كيفاش كيشوفوا كذلك السجن. وفي كلمه يعني ملخصه لهلا وصل شي واحد لهذه البلاصه هذه، واهم اهم حاجه هي الحريه. الحريه كنز خاصنا نحافظوا عليه. ندير ننساك عقلي غير معاك ناطر قلبي هو اللي يهواك بزاف وشد الفراش وحنيا العالي والله يلا والعالي كي داير المهمة يا مولانا يا فك يا روح ربي. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تديروا ابوني في لاشين يوتيوب.